العرض المدينة من 2012، علاش تأخر تنفيذ مشروع العرض هذا وشنو هي أبرز الصعوبات اللي واجهتكم في المشروع هذا؟ برشا صعوبات، ماهوش كيما عرض موسيقي عادي، عندك العديد من يعني ديبارتمون مختلفة، كل ديبارتمون وحده يزمك يوقع التحضير بتاعه قبل، يعني مارسيل بلون، ثم يوقع العمل مع الديبارتمون هذول، يتطلب وقت سواء تحضير على الكتابة يعني بتاعه يتطلب وقت، تلحين كيف يتطلب وقت، البرايف كيف تتطلب وقت، الكونترات اللي يجيوك ساعات حلمة كبيرة تحب تلقاها لكن الواقع حاجة أخرى، نمشيو بما هو موجود في تونس، هذا هو الكونترات، عادة برشا بصعب سواء كانت مادية أكثرها مادية وأكثر زادة الحاجات اللي هو نتعاملوا نحن مفتونت يعني نتعاملوا مع ناس مع عباد وهم هم يرجعون نشون التربية. مش تلقاو برشا جو ومش تكتشفوا حكايات وفرجة حلوة على تونس من 1900 تقريبا حتى الوقت هذا حتى للثورة. ما يميز العرض الجديد العرض؟ طريقة البسط الموضوع وعرضه يعني الجمهور مش ماهوش باش يقلق، يعني بالعكس ثم اكتشاف كل دقيقتين باش يشوف حاجة، ثم شونجمون دو كوستيم، ثم تغيير في نمط موسيقي من كل دقيقتين في ريتم كيف الأنواع الموازين اللي تلحنت فيه وتلحنت الأغنية التونسية فيه من يعني عديد الرقصات باش تلقاوهم موجودة، من التانجو من الفالز من الريجي، كل شيء موجود معناها، وموجود زادة الإيقاعات التونسية اللي هي الأصلية واللي يحاولوا يدخلوا زادة كيف اللي راو فيه توا التوزيع الموسيقي، ما اختلاط بالورد ميوزك، لأنه الموسيقى مش تكون موجودة ومعزوفة بطريقة الورد ميوزك.